بسم الله الرحمن الرحيم. اللغة الفرنسية ومع بيان ليغ كومبخوندغ لتعلم اللغة الفرنسية. كنا قد وصلنا إلى هاد الصفحة كما نلاحظ. تحدثنا فيما سبق عن لا لاتر بي، لا لاتر بي، ثم وصلنا إلى هذه الجملة: روني a préparé le repas des petits. إذن روني أنه هيأ، كما قلنا عندنا هنا لو فير بريباري، هيأ ماذا؟ إذن روني a préparé le repas، إذن روني أنه هيأ الوجبة دي بيتي، وجبة الصغار، وجبة الصغار. إذن نكمل مع بقية الأحرف كما عندنا هنا. إذن عندنا مثلا لا لتر ام افيك كلكو فويال، إذن طبعا ام مع بعض الصوتيات، إذن ام افيك او افيك ا افيك اي افيك اكسون ايغو افيك اي افيك اكسون grave avec un accent grave avec o avec un accent circonflexe. طبعا نفس الشيء مع r et p. طبعا مثلا m avec e se prononce m، r avec e se prononce r، p avec e se prononce p. ثم عندنا m avec a se prononce ما، R avec A se prononce RA RA. Après on a P avec A qui se prononce PA PA se prononce PA. Tout maintenant M E accent aigu se prononce ME، R E accent aigu se prononce RE، P E accent aigu se prononce P P، M I se prononce mi، R I se prononce ri، P I se prononce pi. ثم عندنا M E accent grave se prononce mi، R E accent grave se prononce ré، P E accent grave se prononce p، M O se prononce mo، M O se prononce mo، R O se prononce RO، R O se prononce RO، P O se prononce PO، P O se prononce PO، M E accent circonflexe se prononce MEI، R E accent circonflexe se prononce RE، R E accent circonflexe se prononce RE، P E accent circonflexe se prononce P. Il y a les dialectes. Après on a le père, le père, le père, le père. Thomas, le teklemen el eb. Thomas indana ma mère, ommi، أمي. طبعا هاد ما فيها المؤنث وفيها المذكر. مثلا إذا أردت أن أقول أبي سأقول مون بير، مون بير. طبعا مون للمذكر، ما للمؤنث، مام مير أمي. طبعا سنقول مون بير. طبعا نقول مون، أما في حالة المؤنث نقول ما مير كما عندنا هنا ما مير. ثم عندنا هنا لا موتو. إذا أردت أن أقول دراجاتي، طبعا لا موتو المقصود بها الدراجة. إذا أردت أن أقول دراجاتي طبعا سأقول ما موتو، لأننا هنا نتكلم على المؤنث نقول لا موتو، ولم نقول هنا لو موتو مثلا كما عندنا هنا مع لو بير، مثلا كما عندنا هنا مع كلمة لو بير.
هاد لو تدل على المذكر كما ذكرنا، اما لا فتدل على المؤنث. ثم عندنا مي غو، مي غو، اذا نتكلم عن الكلب مي غو. ثم عندنا هنا غوني، غوني، غوني. ثم لو غا، لو غا، لو غا، اذا نتكلم عن الفأر. ثم عندنا لا بي، لا بي، كما نلاحظ عندنا لا بي، لا بي، اذا نتكلم عن اوازو، اوازو. اذا لا بي سي ان اوازو، اذا نتكلم عن طائر. ثم عندنا بابا، بابا، بابا. ثم لا بيب، لا بيب، سي كوا لا بيب؟ regardez ici on a la pipe. Voilà, c'est la pipe. Après, qu'est-ce qu'on a? Après, on a le tapis. Le tapis. طبعا لا نقراها لو تابيس. طبعا هذه الكلمه ان في الاصل، هذه الكلمه في الاصل ديالها تتنتهي باس. اذا طبعا في حاله الا بغينا الجمع ديال هذه الكلمه طبعا تتبقى هاد اس هكذا، لا نضيف اس اخرى. اذا عندنا هنا لو تابي، طبعا في الجمع نقول لي تابي، لي تابي. ثم عندنا لا بات، لا بات، للاشاره مثلا اذا قلنا لي تابي، مثلا اذا قلنا لي تا، لي تابي، طبعا تبقى اس نفسها لان الكلمه في الاصل ديالها عندها اس. طبعا ما يمكنليناش نزيدو واحد اس اخرى ديال الجمع على هاد الاس الاصليه ديال الكلمه. اللي بغينا نقولو هنا ان هاد كلمه لي تتصلح للمؤنث الجمع وللمذكر الجمع. اذا تكلمنا عن لو بير، لو بير يعني الاب. اذا قلنا مثلا لو بير، طبعا في الجمع نقول لي بير، الاباء، لي بير، نضيف اس هنا لان هذه الكلمه ما عندهاش اس في الاخر ديالها. اذا طبعا نضيف اس للجمع. اذا طبعا الاباء، لي بير، طبعا كما تلاحظوا بان هذا لي يعني الجمع ديال لو. واذا تكلمنا مثلا عن لا مير، مثلا لا مير، طبعا نتكلم عن الام. في الجمع نقول لي، لي مير، طبعا نضيف اس هنا خاصه بالجمع، طبعا اس خاصه بالجمع. كما تلاحظوا بان هاد لي تتصلح للمؤنث وتتصلح للمذكر. اذا كما قلنا الان عندنا لا بات، لا بات دو ميغو، اذا نتكلم عن قدم ميغو. طبعا لا بات المقصود به هو قدم الحيوان، سواء تكلمنا عن حمار او عن فرس، او اذا تكلمنا مثلا عن قط، او تكلمنا عن كلب. قدم الحيوان تسمى لابات. اذا عندنا هنا لابات دو ميغو، اذا نتكلم عن قدم ميغو. ثم عندنا هنا ريمي، ريمي، ري، طبعا عندنا اغ مع او اكسون ايغي تنطق ري. ثم عندنا ام اي تنطق مي، اذا ريمي، ريمي. ثم عندنا هاد بأر، بأر، طبعا بأر تنطق فيها هاد أر كالخاء. طبعا في حالة إذا كانت عندنا واحد بأر، طبعا هاد أر تنطق كأنها كالخاء، تنطق كأنها خاء، كأنها خاء. لاحظوا هنا كما في كلمة بخوبخ، لا نقول هنا بوبغ، نقول بخو، بخو. إذا كأن هاد إغ كأنها خاء، نقول بخو. ثم عندنا بخ، بخ، بخوبخ، بخوبخ، يعني نظيف. إذا عندنا هنا غيمي أبخي، لاحظوا هنا عندنا لو فيغ بخوندغ، لو فيغ بخوندغ، طبعا نتكلم عن بخوندغ، إذا نتكلم عن فعل أخذ. إذا عندنا هنا غيمي، لاحظ كما عندنا هنا غوني ا بريباري، نتكلم عن ا هذه ديال افوار طبعا كما ذكرنا فيما سبق. ثم اتى بعدها فعل،
إذا طبعا هاد أفواغ أتى هنا ليساعدنا لنصرف هذا الفعل. نفس الشيء هنا عندنا لو فيرب بخوندغ، إذا طبعا قدامه مسبوق بهاد أ، إذا هاد أ خاصة بأفواغ، هاد أ خاصة بأفواغ طبعا. إذا أتت هنا، أتى أفواغ هنا ليساعدنا على تصريف هذا الفعل، بحيث أنه في الباسي كومبوزي، إذا نتكلم عن ماضي معين في الفرنسية، نتكلم عن ماضي في اللغة الفرنسية، يسمى لو باسي كومبوزي، الماضي مركب. علاش هو مركب؟ مركب من هذه ومن هذه، يعني أنه في أفواغ، وفي حالة أخرى غنشوفو تيكون إتخ، تيكون عندنا إتخ. طبعا غنشوفو هاد القضية إمتى تيكون عندنا إتخ وإمتى تيكون عندنا هاد أفواغ اللي عندنا هنا. طبعا هاد أفواغ أتى قبل الفعل ليساعدنا على تصريف هاد الفعل في الباسي كومبوزي. هاد لو باسي كومبوزي ميمكنش يتصرف فيه فعل إلا ما جاش هاد الفعل ومعاه أفواغ أو معاه إتخ. يعني هاد الفعل بغا يتصرف في الباسي كومبوزي، كأن هاد الباسي كومبوزي يقول له لا يمكنني أن أصرفك إلا إذا كنت مع مساعد أفواغ أو المساعد إتخ. إذا طبعا في حالتنا هنا عندنا لوكسيليار أفواغ، عندنا المساعد أفواغ. هذه صيغة من الصيغ طبعا في اللغة الفرنسية الناس تعودوا عليها، أنه يكون عندنا أفواغ عد الفعل. طبعا حنا غنشوفوا الصرف ديال الأفعال فيما بعد وغندربوا عليهم. طبعا سنرى بأن الأمر جد سهل، هذا لا يدعو للخوف. إذا عندنا غيمي أبخي، إذا غيمي أنه أخذ، ماذا؟ لا بوم، أخذ التفاحة. طبعا لا بوم، كما عندنا هنا، فوالا سي لا بوم، إذا نتكلم عن التفاحة. إذا كما قلنا غيمي أبخي لا بوم، إذا غيمي أنه أخذ التفاحة. ثم عندنا غوني، إي، طبعا هذا إتخ، حيث نتكلموا على كان. إذا غوني إي، كما نقول بأن غوني يكون الآن. طبعا لا نتحدث عن غوني بأنه كان في الماضي بخوبخ، أنه كان نظيفا، بل هو الآن نظيف. إذا كما نقول بأن غوني الآن هو يكون نظيف. إذا طبعا غنديروا هاد إتخ. إذا غوني، إي بخوبخ، غوني هو نظيف، غوني إي بخوبخ، غوني نظيف. ثم عندنا لا لتر بي، ثم لا لتر بي، ثم بي، ثم بي، بو، بي، با، بابا، لا بي، كما نلاحظون هنا، فوالا سي لا بي. ثم عندنا لا بيب، فوالا سي لا بيب. ثم عندنا لوبير، فوالا سي لو بير، اذا طبعا عندنا لا لتر بي كما ذكرنا بانها تكتب بهذا الشكل. طبعا في الكتابه كاين اللي تميل الكتابه هكذا، كاين اللي تخليها واقفه على حساب كل واحد، وكاين اللي تميلها للجهه الاخرى. غالبا اننا نكتب مثلا بي بهذا الشكل هكذا، ثم عندنا بي او، الى غير ذلك. ثم عندنا بي، طبعا نضيف هنا اكسون هكذا، نتكلم عن بي. ثم عندنا بو كما ذكرنا الان، الى غير ذلك. ثم عندنا بي، طبعا نكتب بي،
إلى غير ذلك. ثم عندنا با ثم عندنا بابا بابا ثم عندنا لا بي لا بي ثم عندنا لا بيب لا بيب ثم عندنا لو بير لو بير. إذن حتى لا نطيل نكتفي بهذا القدر، نستكمل في الفقرات القادمة. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.